رجعنا من جديد في فير بلاي، نحكيو على الميركات. وفي تونس لاعب نجم المتلوي إبراهيم الحكيمي يفسخ تعاقده مع نجم المتلوي مع فريقه، ويبدو انه باش يلتحق بالبطولة السعودية. باش ناخذ اكثر تفاصيل على الموضوع، معنا بالتليفون إبراهيم الحكيمي. إبراهيم اهلا بيك. اهلا بيك اخوي اسلام، ومرحبا بكل المستمعين. مرحبا بيك إبراهيم. لو كان تأكد لنا ساعة فسخ تعاقدك مع نجم المتلوي، الأسباب تعطينا علاش ساعة اخترت فسخ العقد؟ والله صحيح، اليوم فسخت عندي تو 3 أيام عقدي مع نجم المتلوي. جاني عرض من السعودية عن بواب مجران السعودي اللي يراني فيها كوتش سيد السيبي. جاء العرض معناها في ظرف 3 أيام، معناها في تفاجئ. جاء العرض وتم الصفقة وكهو. ما قيت الصعوبات، هيئة نجم المتلاوي كانت متفاهمة فسخت لك تعاقدك مباشرة ولا كيفاش؟ والله يا ما كان من الأول ما كانش، كنا متفاهمين أنا والرئيس، معناها باش يكون معناها يجيني عرض من برا، باش اي عرض معناها من برا مراني انا رئيس، معناها ما فهمتش كيف بدل راي ولا حاجه. نزلت خويا حقوقي كل اللي هي كانت 120 مليون نزلت عليها، وزدت معناها كنت دفعت 15 مليون بند تاع العقد تاعي اللي جاني اوفر من برا، معناها نجم نخرج. قلت له معناها كانت صفقه كيكا، وان شاء الله ربي يوفقني وتجد جديده وكاو. ان شاء الله اكيد مو لازم الفريق ياخذ حقه زاد ولا ايه؟ كاو خويا ماك تعرف اليوم خويا سلام، واحد معناها تجربه جديده واحتراف جديد، ما تشوف معناها تبدلت برشا عقليه في تونس، معناها ما فهمتش علاش ربي يهدي وكاو. شو نقول؟ تحسك متغش شويه واخو في خاطرك من الفريق؟ لا عادي، ما الفريق معناها ما من الهيئه نقصد معناها نعرف اي لا غالب خويا سلام من نجم ما عادي ما نحكي خويا كهو هذيك هي خويا ما نجمش نحكي حتى شيء خويا. ذاك الفريق نحبه معناها، والفريق الوحيد معناها في تونس معناها بعد نادي رياض الشيخ في العام لعبت فيه كهو. لازم نحكي حتى شيء كهو خويا سلام. باهي، وقتاش تطلع ان شاء الله للسعوديه؟ ان شاء الله غدوه، ان شاء الله غدوه الطياره ال 12 نخرج تونس جده ان شاء الله، وبعد من جده. اول تجربه خارجيه اللي كنت كيفاش تشوفها؟ والله فرحان برشا اللي خرجت معنا البطوله السعوديه اللي بالحق ثم برشا معنا تالقوا من سوى مدربين ولا تونسيين، معنا ان شاء الله ربي يوفقني انا زاد نكمل معنا اللي خدموه هم غادي في تونس وشرف تونس لهنا، وان شاء الله يوفق الناس الكل معنا الاولاد الكل معنا في تونس ينجموا يخرجوا غادي يخدموا ارواحهم. هو بخلاف سعيد السيبي المدرب ظهالي في نجران، فما جاية تونسية ظهالي محترمة غادي. اي برشا برشا تونس في تونس السعودية معنا كلموني برشا باركولي برشا حنا نشكرهم برشا، سواء من السعودية ولا من تونس يرحم والديهم خويا. معنا تونس الكل معنا بركت لي، مش كان معنا نجم متلوي سيرتو نجم متلوي غادي جماهير برشا بركت لي، نحب نشكرهم برشا وربي معاهم خويا وربي يوفق. هو ظهر لي معك ظهر لي اسامه البوغان مزاده كمان يشغل باش ينتقل الفريق. اي صحيح صحيح، اسامه البوغان مزاده كلمني اول واحد كلمني غاديك فرح برشا اللي انا معاه وكاو ربي ان شاء الله بالتوفيق. برهين، فقط سؤال، تجربتك في السياسات نحن نرجع لها شويه، برهين علاش ما كانتش ناجحه؟ والله ما تعرف وقت ثم برشا حاجات ما نجمش ندخل فيها، ما انا امور اداريه ان شاء الله ربي يهديهم وكاو مش نعمل ما حبيتش معناها انا في وقت السياسات ما انا معناها ما كجوارات ما نحبش معناها نلعب على الفلوس ولا نحب معناها نكور نحب نظهر روحي، الا غالب ما نحبش معناها نقعد برشا معناها ما نكورش. خرجت معناها نجم تلو نجم تلو الحمد لله يا ربي وفقني وكاو ان شاء الله بالتوفيق. يعطيك الصحه إبراهيم الحكيمي، لاعب سابق النجم المتلاوي لاعب النجران السعودي، ان شاء الله يتحقق غدو بالفريق نتاعو الجديد. بالتوفيق ان شاء الله ليك في تجربتك الجديد. ميرسي خويا سلام، ونحب نشكر جماهير نجم متلوي اللي بالحق كلها باركت لي، ونشكر جماهير تونس الكل زاده اللي باركولي
ويرحم والديك مو ربيعينكم ربي خليك يعطيك الصحة. مازلنا مواصلين في فير بلاي حتى الخمسة بتاع عشية، موزيكا وبعد راجعين.